ابنو وسيدتي الأولى للبلاد هند ديبي ابنو، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، نبدأ حلقتنا بالحدث الأبرز الذي هو المأيب، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تعمل من أجل تحسين الديمقراطية والحكم الرشيد والنهوض بالاقتصاد والتنمية. وخلال اجتماعهم الذي عقد في العاصمة التشادية أنجمينا، جاء الوفد للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إبنو. وخلال اللقاء تحدث فخامته عن الاهتمامات التي يوليها النظراء الأفارقة ورؤساء الدول، وتحدث فخامته لأسرة المأيب عن أهمية المأيب واعتمادها لإفريقيا والاهتمام بها. نتابع. إن أول ما يتبادر على ذهنك حينما تسمع كلمة تقييم هو ارتباط هذا المصطلح بالغرب، لكنه هذه المرة يأتي من الداخل، من قلب أفريقيا، من الأفارقة أنفسهم. ففي عام 2003 وعقب انطلاقة مبادرة النيفاد، انبثقت عنها آلية جديدة هدفها تقييم الأداء السياسي والاقتصادي للدول الأفريقية، وعرفت هذه الآلية باسم آلية مراجعة النظراء. وكان الهدف الأساسي منها إثبات قدرة القارة على تقييم نفسها والتحسين من أدائها بمعدل عن تدخل الغرب. لذلك فالانضمام لها يكون طوعيا، أي بمحط إرادة الدولة. وحتى الآن انضم لها 37 دولة إفريقية. إن القارة الأفريقية السمراء تخطو خطوات متسارعة في مجال ترشيد الحكم وتحقيق التنمية الاقتصادية من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية. إن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تعتبر آلية توعية أنشأتها الدول الأفريقية للتقييم التجارب المختلفة والاستفادة منها. وقد تم تأسيس الآلية في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2003 في قمة من قمم الاتحاد الأفريقي. والهدف من التقييم هو نقل التجارب الجديدة للدول الأخرى لتستفيد منها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف لمعالجتها، كي تضع الحلول للمشكلات التي تواجه الدول الأفريقية الأعضاء وتترجم الإصلاحات على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق وكعادتها، قامت الآلية في العمل للتقييم الخطط التنمية والحكم الرشيد في تشاد من 28 من شهر يونيو المنصرم، بتنظيم نشاطات للخطة الوطنية للآلية الأفريقية من قبل النظراء في تشاد، وانطلاق الخطة الرسمية للمرحلة التنفيذية للآلية في تشاد. المناسبة حضرها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الرئيس الدوري لمنتدى الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، وبحضور عدد كبير من ممثلي الآلية المحوريين من مختلف الدول الأفريقية والمدير التنفيذي للآلية وعدد كبير من أعضاء الحكومة وممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية. ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه للآلية فيما يتعلق بتقييم ورفع تقارير تشيد بالحكم الرشيد والخطط التنموية في تشاد. كلمات وتوصيات عديدة قدمت، منها كلمة المدير التنفيذي للآلية والذي أشاد بالدور الممتاز الذي لعبه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ربط أواصر التواصل بين الدول الأعضاء في الآلية، ودوره أيضا في تزبيد دعائم الديمقراطية في بلاده والعمل على النماء ومحاربة الإرهاب، ودور تشاد في استئصال الإرهاب في عدد من دول الجوار. وقدم المسؤول المحوري للآلية سيد خيار عمرو ديفالا حصيلة التوصيات والتقارير للتقييم المقدم لهذا العام بشأن تشاد لفخامة الرئيس الجمهورية، والذي طرحته الآلية خلال أعمالها في لمدة 3 أيام. مايب سي ميكانيزم ستين إنيشياتيف. إن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء المعروفة اختصارا بالمأيب فكرة أصلية جاءت بقرار رؤساء الدول الأفريقية في أبوجا في العام 2002.
من أجل إعطاء هذه العملية التقييمية للحكم عموما في أفريقيا حتى إذا لم نرد ذلك. وإنه ضمن 54 دولة أفريقية، نحن الأعضاء اليوم حوالي 37 دولة، وإن الهدف الأساسي الذي نرمي إليه ونريد تحقيقه في هذه المبادرة هو تحقيق الحكم الرشيد لدولنا. وهذا الحكم الرشيد يخلق ديناميكية لتغيير الأفكار في عملية تسييرنا وإدارة الدول من قبل كبار المسؤولين، لنسعى ونعمل لتقدم أفريقيا التي تحمل خيرات. وأعتقد بأن الطريق الذي رسمناه ونريد السير فيه لابد أن نغير فيه بعض الأشياء على المستوى القارة. وأظن بأن الوقت قد حان للأفارقة رجالا ونساء العمل والسعي من أجل حماية شرفنا ومكانتنا بين الأمم، ولحمايتهم لابد التفكير والعمل الجميل لمعرفة مصيرنا ومصير قارتنا ومصير الشعوب الأفريقية. وهل لا نعتمد على أولئك الذين يأتون من أوروبا أو أمريكا ليغيروا أفريقيا؟ أبدا ولا، فقط نحن الأفارقة نهتم بمسؤوليتنا لتغيير المسار والطريق مرسوم. إما أن نكتفي بما هو موجود حتى الآن وما تسير عليه القارة والذي يسمى بالدعم أو غيره. أنا لا أسميه دعما، بل هو شيء يخدم مصلحته وليس مصلحة القارة. علينا أن نكون أمام مسؤولياتنا ولندافع عن قارتنا، وأعتقد أن هذه القارة هي لنا، ونقدم كما تقدمه وقامت به آسيا باعتبار أنها متأخرة من أفريقيا أيضا. لكن كيف تقدمت اليوم لآسيا؟ ولماذا تطور الأسويون ولما لا يتقدم الأفارقة؟ كل هذه الأسئلة ستظل مطروحة. وأرجو منكم أن التقارير التي تقدمونها لا نريدها أن تحكى وتصب دائما عن الإيجابيات، نريد السلبيات أيضا والأشياء المتأخرة فيها، ونحدها ونرقمها 132 إلى آخر. مثلا هذا سيساعدنا في التحسين والتغيير، ونريد تقييما مبنيا على الأسس، ويجب علينا ترك الإيجابيات جانبا ونبحث عن العقبات والسلبيات ونرفع التحديات التي تقف أمامنا، وهذا مهم جدا. ونعرف تماما أن الآلية أنشأناها من أجل مصيرنا، ويجب علينا لأن نكون على قلوب كل الأفارقة، وأنتم عليكم القيام بعمل ميداني لتلتقوا مع مختلف الفئات والقطاعات المهنية الأفريقية، واسمعوا منهم وأخذوا منهم ما هو مهم ومفيد ومساهم في تقدمنا بطريقة أو بأخرى. إذا كانت الآلية لا تلتقي مع التجمعات والقطاعات أو بالمواطنين، فقط تتوقف على المستوى المثقفين والقادة، هذا لا نستطيع أن نسلك طريق التقدم. ومن هنا لابد أن نطور الآلية وننشرها في أواسط المواطنين، ليعرف المواطن ما هي الآلية وماذا يعمل القادة وما هو الضمان وما هو التطور وما هو النقصان وماذا يقدمه القادة من عمل لصالح القارة التي هي لنا. وأنا أعلم أن هناك تغيير وانتخابات، لكني أقول وبكل وضوح، إذا لم نشارك المواطن العادي في نشاطاتنا فإننا لا نتقدم. وأرجو أن نعمل سويا أثناء دورتي لنقدم الكثير والمفيد لصالح أفريقيا. وأعتقد أنكم ستدعمونني وتشاركونني أفكاركم البناءة وبالمشاريع الهادفة لأرفعها إلى القادة من أجل تقدم الآلية. ولا أستطيع العمل وحدي، فيكم الكوادر وفيكم الوزراء وفيكم ممثلي الدول الأعضاء. إذن ثقتي فيكم واقتراحاتكم مرحب بها، لأنها تساعدنا في الكثير من الأشياء في هذا الوقت لتطوير آلياتنا وتنظيماتنا. J'attends de vous des propositions concrètes pour redynamiser pendant cette période-là notre organisation. مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة أيضا نتناول موضوع لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مع الوفد الصيني الذي جاء إلى البلاد بدعوة كريمة من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، الحزب الحاكم بالبلاد. هذا الوفد، وبعد أن التقى مع المسؤولين السياسيين والحكوميين، جاء الوفد للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ. هذا اللقاء حضره أعضاء المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني. نتابع هذا الحدث في
بدعوة رسمية من الحركة الوطنية للإنقاذ، الحزب الحاكم في تشاد وصل منذ يوم أمس الأحد 24 يونيو إلى البلاد. السيد شين مينر نائب رئيس الوزراء الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومن اللجنة المركزية للحزب بلدية الشوكين الصينية، على رأس وفد صيني رفيع المستوى، وخلال 72 ساعة من زيارة عمل رسمية للبلاد التقى خلالها مع عدد من المسؤولين السياسيين والحكوميين. جاء الوفد الصيني لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو باعتباره الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ الحزب الحاكم. المناسبة حضرها الأمين العام للحزب محمد زنبدة وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. خلال هذه المقابلة أكد السيد شين مينر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مدى جدية الأمل التعاوني بين الحزبين الحاكمين في البلدين بهدف تقوية وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في شتى المجالات التي تأتي بالمصلحة للبلدين في تشاد والصين الشعبية، مشيدا بالتعاون والتواصل القائم بين الحزبين وجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو التي تخدم دائما المصالح المشتركة بين الحركة الوطنية للإنقاذ والحزب الشيوعي الصيني ومساهمته الفعالة في التنمية التي تشهدها تشاد. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو من جانبه شكر الحزب الشيوعي الصيني على تلبيته للدعوة المقدمة من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. في نهاية اللقاء صرح الناطق الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء الصيني للصحافة بأن هذا اللقاء كان مميزا وناجحا في شتى المجالات، حيث تمت فيه مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين. ونشير بأن الوفد الصيني حمل معه دعوة من الرئيس الصيني إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لحضور القمة الصينية الإفريقية التي من المتوقع انعقادها في سبتمبر المقبل بمدينة بيجين الصينية. أسبوعنا متواصل حيث النشاطات الأخرى، حيث التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بالمدير العام لصندوق التضامن الإفريقي الذي جاء إلى البلاد هو الآخر للقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. وعقب اللقاء صرح المدير للصحافة بأن لقاءه مع فخامة رئيس الجمهورية ركز في مواضيع مهمة من ضمنها اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بتطوير الصندوق، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي يضعها الصندوق مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو من أجل الوحدة الأفريقية ودعم هذا الصندوق. Permettez-moi d'abord d'exprimer un sentiment de fierté et de gratitude. اسمحوا لي أولا أن أعبر عن فرحتي وامتناني وشعوري البالغ لفخامة الرئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبيتنو، ليس فقط عن اللقاء الذي حظيت به بصفتي المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، بل عن الأوامر التي أعطاها للحكومة التشادية والشعب الذي خرج به الوزراء والأفارقة الذين يمثلون الشراكة الفعلية لصندوق التضامن الأفريقي الذي جاءوا للمشاركة في أعمال الدورة العادية للصندوق الذي يعتبر مؤسسة أفريقية. وأؤكد لكم بأن الأعمال والنتائج جاءت كما تمنينا لها، بل صارت على الوجه الأكمل، وقد خرج الوزراء بقرارات حسيسة من أجل العمل لصالح الصندوق ودفع متأخرات 2017، وهذا ما تم حقيقة، وأن النتائج التي خرجت بها حددت بأكثر من 3 مليار فرنك أفريقي. ولأكون دقيقا، فأن 3 مليارات و250 مليون فرنك أفريقي، وهذه النتيجة جعلتنا نوظف عملا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مواضيع استراتيجية تم طرحها خلال اللقاء، وهذه الاستراتيجية جعلت من السيد رئيس الجمهورية أن يهتم بها ويرد عليها بكل فعالية. إضافة إلى ذلك، هناك مواضيع ونقاط تمت مناقشتها منها العمل من أجل انضمام الدول الأفريقية الأخرى التي لم تكن عضوة أن تنتسب خاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون وغينيا الاستوائية وأنغولا. وأن فخامة رئيس الجمهورية أكد لي أخص مبادرة سياسية لهذه الأولوية والاستراتيجية. المحطة الاستراتيجية الثانية، نحن في عمل جاد من أجل جعل الصندوق التضامن الأفريقي مؤسسة منضوية تحت الاتحاد الأفريقي. وفي هذا فإن فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبيتنو أكد لنا أيضا
أخذ مبادرات، وأنا متأكد بأنه يقوم بإحقاق من هذه المقابلة وكل ثقة ومرتاح جدا، وأن فخامة الرئيس الجمهورية أوامره اللازمة بأن حصة تشاد الإجمالية ستدفع، وهذا الأمر أراحنا حقيقة. مشاهدي الكرام، أنتقل بكم من نشاطات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى نشاطات السيدة الأولى للبلاد، حيث جرت يوم الأربعاء 28 من الشهر الماضي بقصر 15 من يناير بالعاصمة أنجمينا إحياء الذكرى الثانية للنهار الدولي للأرامل في تشاد، وذلك نسبة لإعطاء الحكومة الأهمية للأرامل التشاديات. وخلال المناسبة تحدثت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو عن أهمية الاهتمام بحقوق الأرامل، حيث دعت الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إعطاء حقوقهن، ومن المجتمع نبذ والابتعاد عن العادات الضارة التي تعيق مسيرة الأرامل. نتابع حديثها وأيضا حديث بعض الشاهدات في هذا الحدث التاريخي. المرأة الأرملة دي، المرأة ما بولدوك يا أنتي أرملة، الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيجيبها والخدر بيجي والمرأة تقع أرملة فوف. اليوم إيدكم أنتو، والشكر لكم جوتوا كتار، جوتوا كثيرين مرة واحد. أنا عجبت للموبيليزاسيون على الفوف اليوم، ما شاء الله لكم. ونشكر أعضاء الحكومة القاعدين هنا والديبيتي ومكتبنا الرئيس الجمهورية، لأن هم كل جو أنفورس ميرسي بوكو إمام دي كابيني. وفي الدنيا زي ما قلت، ما أنا عارفة أني ترجمة عديل، لكن قلت إليا دي كوز جوست نوبل كي انتربيل لكونسيانس، في شيء واحد أنادم تسمع بيا ولا تهيس بيا، وكان سويته ده، لأن الشغل ده سويته شغل
شغل تقول شنو نوبل وجست، شغل سهي وشغل عند خيمة، عند خيمة شغل كي حساس في الدنيا، شغل كان سويته انت ذاتك تهيس فوقه، تهيس بشعوره، لان زي ما قلت الخضر في الدنيا بيجيبه، والمرة تقع أرملة، المرة ما بولدوها ما بجيبوها كي بس بيقولوا هي أرملة. وبعد من عاداتنا وتخاليدنا أخواتي أنتوا تعرفوا، أنا عندي أيام جاي نسأل نقول في زون الكده كيف، في ريجيون الكده كيف، قال هاي مدام لا زون لا سي أنكور بير، قال ده كان قال نو نو ساسي أنكور غراف شي موا سي ميو. دونك اليوم أسبانا فين جمعنا كل نشاهد في أوين وهدين كان راجلك مات، وليوكي أهل الراجل يلوموا فوقك يجوا يكاتفوك يجوا يقوفوا معك، لأن أنت والدر مواتي هناك نصك أبو إيالك سيد بيتك زوجك بوجو هم الأهميتهم بدوروا المال، بشولوا الشيز، بشولوا التيلي، بشولوا الفريقو، بشولوا حاجات سبحان الله. هو سيدة كل ما شخلا انت كان قلت شيلة كل ولا بنفعك، بشولوكم امدا وبطردوا المرة منه بالبيت، بعد منه المرة انت قاعدة تبكي واهل انا راجل كي بلومه خلاص بشاوروا ياتو بورسه ياتو بشيلة ياتو بيدر بجي بندس فوقا. دونك ولا عندك ديسيزيون ولا عندك ولا بشاوروكي ولا بوروكي. دونك سيتياسيون وادين هنا فيف جايد في عاداتنا وفي تقاليدنا، خلي الحكومه تقف معانا والاوين دول ننتم حقوقهم. المرأة الراجل كي مات الوادين وادين دان سيرتين كوميونيتي في تشاد، قال حط الطاسات انا المرأة البرام كله بجي بشولو، ميم لي كاسيرول بشولو، ما انا عارفه بالفامي واخوان الراجل اخوان الزوج جايدين وايد، بمشي بودر بمشي بسيل له حاجات فسيلات كيوكي سيمي اخو مات، هو ما في الهلي سيمي اخو مات ده خلاص، هو ده بس بجي بقى شيف دو باند بورغانيزي بشيل اخو مام ده كله كي ان اوتر باندي وايد بقى بكيوم سيمي اخو مات ده بور ليس لوكازيون. اوين وهدين قاعدين برا عندهم زراعه عندهم شان، انا بس بهرته شان ده كله بشولو مني كي شغل بخلو ليكي كي ما في، وبعدين بجوا الايال زاده بقسموه، ما بخلوا الايال بقوشوا مع امهاتهم، ايال ده ذاته ده بنتو لي ده بيشيل ده ده بيشيل ده. دونك وين السانس انا الفامي؟ سانس انا فامي في مكان ده ما في. وانا نطلب من الحكومه ونطلب من الحكومه انا كاتريم ريبوبليك ومن رئيس الجمهوريه خلي ادوبت لنا اللواء زي ما انتونا 30% كوتا انا الاوين دوني دور اللواء، لان ليتحر أهل الراجل ده أهل الميت ده ما يجي مرقوا المرأة من البيت، مرة كان مرقوكي من بيت زغلوكي من برا تلقى وين بقى أنت تقول. ونطلب من الحكومة وخاصة المينستير أنا جوستيس خليه يقوم بأهميته، خليه يقوم بأهميته، لأن سيرتين ماجسترا دول ده سيخو القادم بسعودة ما صحيح ما صحيح. أنت نالوم مرة كان جات تبكي ليك ما قدر فزعت، هذا تقدر تفزع ياتو في الدنيا ما تقدر تفزع نادو، لأن المرة هي الأم والأخت والبيت والزوجة. أنت مرة جات تبكي ليك في دروا حقها في حقوقها ما دافد لا ما حامد لا، أنا نقول ما عنده مانا، لأن أنت تلقى ماجستراء في الدولة ما عنده مانا. دونك نشكركم كثير، وبعد ده أنا بعدين نبريمي أسوسياسيون des veuves à l'association d'Olda ma achanantum ngulu ontubes adili min association la kharilla ni prime humam achan humam bugum bedruada anna ma nqdru ni prime veuve wahad la ina kan prime veuve da baden ahla rajil da yqbul yoj yogo didiki batani krelon problem. Donc ni prime association wo humam bes bugum bushulena challenge jusqu'en 2019 kan hayin أي مرة سيميو عندها مشكلة دي يمشوا لها يوقعوا يسوا سنسيبليزاسيون ويجيبوا لي أوين دي لومو ما أسوسياسيون دي فام جوريست وأسوسياسيون دي فام جوريست كان يشيفا مع المينيستير دي لا جوستيس. وشكرا. نحن
نشاطات السيدة الأولى للبلاد كللت بلقائها مع المديرة التنفيذية لمؤسسة أوغافي دعما ووقوفا مع أعمالها وبرامجها الخيرية والإنسانية المستمرة في الصحة وجهودها المبذولة من أجل صحة جميع المواطنين لا سيما الأم والطفل وخاصة مرض شلل الأطفال. التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بوفد من تحالف غافي بقيادة السيدة أنرودا جيبتو المديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي. المناسبة كانت بحضور ممثل منظمة اليونيسيف في تشاد ووزير الصحة العامة وبحضور ممثلة منظمة الأوبداس بتشاد وعدد من مساعدي السيدة أنرودا. هذه المناسبة سمحت للمديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي الذي يعمل في مجال محاربة شلل الأطفال بأن تشرح لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو الأعمال والبرامج المستقبلية للتحالف غافي في تشاد، مؤكدة بأن التحالف سيقف مع الحكومة التشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة خاصة محاربة الشلل وذلك عبر تطعيم الأطفال. وعقب خروجها من المقابلة صرحت السيدة أنرودا بأنها مسرورة باللقاء الذي جمعها مع سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو التي تعمل دائما في مجال الصحة وتحارب الأمراض المستعصية مثل شلل الأطفال وجميع الأمراض الفتاكة وتقف مع المرضى وتساعد المستشفيات بالمعدات اللازمة من أجل صحة المواطنين التشادين. لذا قالت جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الصحة ستقدر هذه الجهود مما جعلنا نحن في تحالف غافي بأن نطلب من سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بأن تكون بطلة التطعيم في تشاد وأكدت لنا بأن كل طفل لابد أن يخضع للتطعيم من أجل تشاد خالية من شلل الأطفال في المستقبل القريب. مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية مكتب إفريقيا سيدة ريبيكا مويتي التي جاءت إلى البلاد لتشارك في اجتماع الشركاء الفنيين والماليين للصحة بتشاد جاءت هذا الصباح رفقة ممثل المنظمة بتشاد لمقابلة السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو باعتبارها بطلة التطعيم وراعية الصحة بالبلاد. وخلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح تطرقت فيه السيدة الأولى للبلاد مع المديرة عن أهم المواضيع المتعلقة بالتطعيم والصحة الإنجابية والتقليل من وفيات الأمهات. ريبيكا مويتي قالت إن مقابلتي للسيدة الأولى للبلاد سمحت لي معرفة العديد من الطرق التي تساعد في تقدم العملية الصحية ومحاربة الأمراض الوبائية التي تصيب وتعيق مستقبل الأمم وذلك نسبة لأهميتها هي ورئيس الجمهورية بالصحة في تشاد. ونحن بالمنظمة نقدر جهودها ورئيس الجمهورية باعتباره أول رئيس إفريقي ينظم الاجتماع الشهري حول الصحة منذ 10 سنوات. تباحثنا عن صحة المرأة والطفل ودور السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو في تحسين صحة النساء خاصة أثناء الولادة بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي الرامي إلى رفع معاناة المرأة الريفية ومساعدتها عبر التوعية سواء في المدن والقرى والفرقان وجهود السيدة الأولى في تقوية قدرات القابلات المتقاعدات في مجال الولادة للعمل حسب المعدات الموجودة مما أعطى نتائج طيبة ساعدت في تحسين صحة الأم والطفلة. ومن منطلقي أن الصحة أساس بناء المجتمعات وسبيل إلى مستقبل سالم ومعافى فإن السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو تولي أهمية قصوى لرفاهية الأمة التشادية الأمر الذي جعلها تركز دائما على صحة الأم والطفل. مشاهدي الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذا الأسبوع من برنامجكم نافذة الرئاسة، وسوف ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. ومن هنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الأمل، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.